المشاهد الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات الحكيم في بيتك، ونحن في شهر الكريم، شهر رمضان المعظم. ودائما بنقول إنه رمضان صحة وعافية، وربنا يديكم الصحة والعافية، ودائما بخير، وبلادنا دائما بخير ودائما شامخة. ودائما نحن بنغوص في تفاصيل كثيرة. واحدة من التفاصيل المهمة وفيها شريحة كبيرة جدا جدا لا بد من التركيز عليها، شريحة النساء، يعني موضوع النساء والتوليد والحمل، ثلاث حاجات كده مع بعض وعلاقتهم بهذا الشهر الكريم. منو المفروض يصوم، منو المفروض ما يصوم أصلا، منو المفروض يعني نقول إنه يصوم وما يصوم، في تفاصيل كثيرة جدا جدا. ومتابعة الحمل في خلال هذا الشهر الكريم، وأهمية المتابعة تحت الحمل، المهم مواضيع كثيرة جدا. وبنحاول بقدر الإمكان إنه نستقبل تلفوناتكم، وعن طريق صبحتنا على الفيسبوك الحكيم مع دكتور الوليد نجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم. وسعيد جدا إنه ضيفنا لهذه الحلقة صديق هذا البرنامج أخونا دكتور سامي محمود، مستشار النساء والتوليد. دكتور سامي، حبابك عشرة، ونحن دائما سعيدين بوجودك معنا. رمضان كريم دكتور وليد، وتحياتي لكل المشاهدات والمشاهدين. حبابك عشرة. وأنت عزيزي المشاهد، يمكنكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي حتظهر قدامكم على الشاشة، وأيضا على أرقام البرنامج الله أيضا حتظهر قدامكم على الشاشة تباعا. نزعت كثيرا بأسئلتكم واستفساراتكم. دكتور سامي، بداية بيجي رمضان والكل يبحث عن، بعد مرات الرخصة بتكون زي ما بقولوا بحث جاد عن الرخصة، وفي بعض الأحيان التحايل على القانون في بعض الأحيان. نعم، بصراحة يا وليد، يعني قبل شهر من رمضان الشغل في المستشفى وفي العيادة هي أسئلة عن رمضان. تمام. وبصراحة إحنا يعني زبايننا والمترددين على عياداتنا مختلفين عن باقي الزباين والمرضى اللي بيمشوا لباقي الأطباء. يعني الناس بيمشوا لأخصائي الباطنية كايسين منه الرخصة عشان يفطروا، والناس بيمشوا لأخصائي القلب كايسين منه رخصة عشان يفطروا. أن إحنا في عيادة النساء والولادة بتواجهنا مشكلة تانية، اللي هي إنه بيجون النساء عايزين يصوموا، ماذا يفطروا، ماذا يفطروا، هم دايرين يصوموا. سبحان الله. فدي الحاجة اللي شغالة لها شهر حسي. والكلام ده يمكن في العشرين سنة الفاتت دي في العيادة، الأسئلة قبل شهر من رمضان، وبكون في خلاف دائما بين الزوج وزوجته. هي طبعا تكون دايرة تصوم وزوجها بقول لها يا أخي تحسن ما تصومي، لأنه نعم. حاصل واحد اثنين ثلاثة. بالضبط كده، بالذات اذا كانت هي عروس جديده وهو بيحبها وخايف عليها وخايف على جناه، فدائما بتكون في يعني كونفلاجات جميله بين الراجل وزوجته. الحكايه دي مهمه خالص خالص الناس يناقشوها بفتوح بانفتاح، يعني لانه احنا باقي السنه بنحنس المراه الحامل انها تاكل. 11 شهر يا وليد تحنيس، نحنسها تاكل، تقول ما قادره، عندي طمع، عندي استفراغ، لازم تشرب اللبن، ما قادره، ريحته ما قادره عليها، احنا نحنس، راجل يحنس، أمها تحنس، 11 شهر في غير رمضان نحنس شنو؟ إنها هي إنها تأكل، إنها تأكل. فعشان كده طيب النساء والولادة دائما بيكون عنده رأي في حمل يعني صيام الحامل. طيب نقسم الحوامل، خلينا نبدأ بالحوامل، بتقسمهم كيف ومنو المفروض يصوم ومنو المفروض أصلا ما يصوم للحوامل؟ نبدأ بالحوامل أولا. هي عامة الحامل على غطاء بالطعام ضعيفة، تمام، لكن في الثلاثة شهور الأولى دي بيكون عندها مشكلة حقيقية بتاع الطمام واستفراغ وعدم شهية في الأكل. ونحن بنقعد نحنس فيها في الثلاثة ونديها حبوب عشان تساعدها تأكل. طيب. في الثلاثة شهور في النص دائما بيكون عندها سوء هضم أو ديسبيبسيا بسموها بالإنجليزي. في الثلاثة شهور الأخيرة دائما البيبي بيكون ضغط على الحجاب الحاجز وعلى المعدة، بيكون عندها حرقان هارد بين، وبننصحها تشرب اللبن، واللبن فيه الكالسيوم. دائما بنعمل لها فحوصات عشان تشك انه ما عندها انيميا الهيموجلوبين، ما عندها فقر دم. دائما بنفحص لها الكالسيوم عشان نتاكد انها بتاخذ لبن كفايه، ومرات بنديهم كالسيوم حبوب. فنحن دائما همنا ان هي تاكل، انه هي تشرب، لانه الحكايه بتاعت الولاده دي الزوله بتفقد فيها دم. يعني اذا كان ولاده طبيعيه بتفقد زي نص لتر، واذا كانت قيصريه بتفقد من لتر لحد لتر وشويه. يعني قزازة وحاجة، قزازة وحاجة في الولادة الطبيعية وقزازتين في الولادة القيصرية. طيب. فالنصيحة دائما بتعتمد على انه حالتها الصحية كيف. يعني في ناس هم بيطلبوا دايرين يصوموا واحنا بنسمح لهم يصوموا. وفي مريضات بيطلبوا انه يصوموا واحنا بنقول لهم في حالتك دي احنا لا ننصح بالصوم. يعني بنكون 50-50.
في حالتك الصحية الحالية. وفي سيدات بنمنعهم يا وليد تماما من الصيام مع الحمل. نبدأ بيديل مثلا زولة عندها قبل كده جلطة في رجلها، عندها جلطة في الرئة، عندها جلطة في الرأس، عندها أي نوع من أنواع الجلطات بنمنعها إنها تصوم وهي حامل. ده كلام واضح وصريح يعني، ما لأنه الفتوى دي بالمناسبة بتكون فيه رقبة الطبيب، فقصة ما قصة إنه والله لا 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 والدكتور ده بعدين وده كلام بعرفه، لا الكلام ده بعرفه الدكتور. فإخواننا يا ريت لو نسمع الفتاوى اللي بتجي من الطبيب، لأنه في النهاية هو أعلم بحال مرضاه. واصل دكتور سامي. زولة ثانية عندها نوع من الأجسام المضادة اسمها الأنتي كارديوليبين أو الأنتي فوسفوليبيد أو اللوبس أنتي كواجولنت اللي بنديهم أسبرين وبنديهم هيبارين، دي المعرضين للجلطات. يعني أنا كطبيب ما حنتظر لحد ما تحصل لها جلطة حتى أقول لها خلاص السنة الجاية ما تصومي، لا، الغرض من المتابعة الوقاية من المضاعفات دي. فمدام هي بتاخد أسبرين للأجسام المضادة دي أو بتاخد هيبارين للأجسام المضادة دي أو قبل كده حصل لها انفصال في المشيمة، فأنا ما بنصح أو بمنعها من الصيام. طيب زول عندها سكري مع الحمل بمنعها من الصيام، ده منطقي. حتى لو بتاخد انسولين ولا ما بتاخد؟ ولا ما بتاخد عموما. أي سيدة هي عندها سكري مع الحمل بنمنعها من الصيام. تمام. هو طبعا عمليا ذات الكلام ده صعب. تمام. زول عندها فقر دم مع الحمل، يعني اصلا الهيموجلوبين بتاعها او الصبغه بتاعت الدم بتاعتها ضعيفه، النصيحه بتكون انه انت ما تصومي. دي حاجات واضحه ستريت فورورد ما فيها كلام. لازم نستصحب الدين في الموضوع، بما انه الصيام ده هو عباده زي ما انت قلت في صفحتك ما رجاله. ايوه الصيام ده عباده يعني. صحيح. فهو ما عرف وهو ما عاده. العباده دي لازم تكون امنه وسليمه. دائما بنرجع لعلماء الدين ونستشيرهم ونحكي لهم وجهة نظرنا. يعني مثلا في إجهاض الأجنة اللي فيها عيوب خلقية، دائما كنا بنقعد مع ناس الدين والشيوخ الأجلاء حالة بحالة، البيبي ده ما عنده راس، البيبي ده ما عنده كلية، البيبي ده عنده فتحة في القلب، البيبي ده قلبه خارج الجسم. وبعد شرحنا المستفيض في الأول الشيخ بيكون متحسس إنه يديك الجرين لايت إنك تنزله. بعد شرحنا المستفيض وتوضيحنا للحالة وإنه لو تم 9 شهور حيطلع بقيصرية وده فيه ضرر للأمة المسلمة الحامل، بتلقى رجل الدين غير رأيه وبقى شوية فليكسبل. لأنه فيهم الحاصل. في موضوع الصيام مع الحمل معروف منذ الأزل، منذ أوائل الإسلام، في خلاف فقهي موجود في فتوتين المرأة الحامل لازم تفهمهم. في ناس زي ابن عباس وابن عمر قالوا المرأة الحامل ليس عليها القضاء، عليها فقط الكفارة. ما بتقضي ويدفعها. الكفارة دي يدفعها منه؟ راجلة زوجها. هنا طبعا هي بتتكيف خالص. خلاص بعد ما بتدفع هي. أيوة. نعم. وفي فتوى ثانية عند جمهور من العلماء إنه المرأة الحامل عليها القضاء والكفارة. إحنا برضو قعدنا مع رجال الدين، عندنا سيدات 20 سنة مرت هي يا حامل يا بترضع. يا أخي افترض جدلا يا وليد قبل ما يخترعوا وسائل تنظيم الأسرة، هي كل وسائل تنظيم الأسرة دي ما عدا العزل عمرها أقل من 50 سنة. صح. ما كان في حبوب قبل 1940. كان بيحصل شنو في العهد الأموي والفارسي والعباسي؟ كانوا النساء بيحملوا سنة ورا سنة. يعني السنة دي حامل بعدها بترضع، قبل ما تقضي تاني حامل وبترضع وقبل، وهكذا. ويمكن في المجتمع حقنا حولنا عندنا كمية من السيدات زي ديل. فما دام الفتوتين موجودات انه في فتوى انه المرأة الحامل بس كفارة وممكن المرأة الحامل تقضي وتدفع الكفارة الاثنين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار أيسرهما. ونحن لما ندعو للدين الإسلامي ده بنقول الدين يسر. صحيح. وليس عسر. ولن يشاد الدين أحدا منكم إلا غلبه. تخيل حسي شايلين 3 رمضانات في ظهره، 90 يوم ما عارفين يعملوا فيهم شنو، لأنه ما في ذول حكلم عن الفتوى الثانية دي. ما هي في النهاية فتوى وموجودة في الدين.
يبقى قصه القضاء والكفاره بتعتمد برضو على قدره السيد نفسه. طبعا يعني زوله مثلا بكريه وعمرها قول يا وليد 35 سنه كبير. وما عندها اي مشاكل لا ضغط لا سكري وصادف لها رمضان في شهور مريحه في الخامس في السادس وقالت انها دايره تصوم ما بنمنع نقول لا صومي لانه عارفين ذات خصوبتها ما عاليه يعني يعني هي لحد ما تقطع حتكون يا دوب جابت لها جناين ثلاثه صحيح فالثلاثه شهور دي بتتماشاهم لكن زول من اهالي عرب البطانه ديل عرست 12 سنه يا وليد تغير خالص هي من 14 بتولد تفقس تحمل تردى لحد ما قطعت في 42 سنه عندها 20 رمضان في ظهرها الدنيا يسر صحيح من حقها انها بس تعمل شنو تدفع الكفاره وتطعم وليس عليها القضاء. الكلام ده ما كلامي انا ده كلام ابن عباس وده كلام ابن عمر وجمهور من العلماء يبقى في الكلام يعني فيه اختلافات ايوه ما تنسى انه انا كطبيب نسوي ولاده طول العياده انا بحنس النسوين ياكلوا ويشربوا يا وليد دي الميشن حقتي دي مهمتي في الحياه يمكن نسمع بعد حلقتنا دي في اخونا الدكتور محمد الامين اسماعيل في برنامج فتاوى بنلتقي وان شاء الله عشان يبدا لكم بالكلام ده ذاته عشان يعضد في كلام سامي واي الفتاوى الاثنين هم يعني زي ما بيقولوا اقرب. طيب دكتور سامي الليله خلينا نمشي شويه في فيما يختص بال في من الناس اللي بيصوموا والما بيصوموا. طيب انت قلت الثلاث شهور الاولى، طيب لو الثلاث شهور الاولى يعني ما في وحم صعب وحم عادي وطبيعي وما بكريه وكده، هل ممكن تصوم ولا من الافضل ما تصوم؟ انتوا في رايكم علميا؟ علميا ما في ما يمنع انها تصوم. الحكايه هي يا وليد انه هم ما سمعوا بالفتوى الثانيه دي. هم سمعوا بفتوى واحده. بتاع قبضه. النزاوين دين ما كذب عليك، ما شديدات على الصيام. أي. هم بس مشكلتهم في الفتوى دي. احنا مما نحكي الفتوى دي ونحكي كلام ابن عباس وابن عمر، معظم المريضات بيفطروا. ما في حمل. لكن لو اخذت صيام يعني سؤالك ده بطريقه ثانيه. اذا زول ما عندها مضاعفات. ايوه. هل الصيام بيضرها؟ الاجابه لا. ما بيضرها اذا زول بتاكل كويس، تشرب كويس، تفطر كويس، تسحر كويس، تشرب سوائل كثير. ما في سبب يخليها. هل بتأثر على الجنين ولا الجنين ده دائما بيقولوا لا يؤثر على الجنين؟ قادر على انه ياخذ من الام. اذا ما عندها مضاعفات ما بيأثر على الجنين. لكن مثلا اذا الكالسيوم بتاعها ضعيف وما بتشرب لبن الجنين حيشيل الكالسيوم من عظامها هي ايوه حتلقى عندها وجع عظام وجع مفاصل حتى اسنانها تتترم اسنانها ما بتاكل بتلقى ضروس ينكسر بعد شويه لما نعمل لها شنو؟ طيم اسنان جاري اللبن كله جاري الكالسيوم كله شايل الكالسيوم كله واذا ما لقى حوجته من الام بيطلع بمرض اسمه الريكت بيحصلتها شنوجات بعد الولاده من نقص شنو؟ الكالسيوم الكلام ده كله الطبيب لازم يشرحه في العياده. هو اصلا السيناريو شنو؟ بيجوك كابل يونغ راجيله زعلان ومتحمفش انه هي مصره تصوم. وهي تعبانه وما قاعده تاكل وما قاعده تشرب وبتستفرغ وبس عشان يمكن عشان الراجل ده ذاته مصره انها شنو؟ تصوم. طيب نسمع تليفون، الو السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. معك فنان عمر من الجزيره. اهلا يا فنان، مرحبا بك، تفضلي. يعطيك العافيه، انا يعني ليا 8 سنه متزوجه. 8 سنه متزوجه حبايبي. اي وكان قبل 4 سنه حملتها في توأم عن طريق يعني علاج خدته برجميل وكذا. والتوأم ده ما طلعش في بطني 6 شهور. بعدين ثاني ما حصل لي حمل نهائي. يعني ما خليت طبيب ما مشيت له كان عملت الفحوصات بتاعت الاس اس اكس والال اكس. عمرك كم سنه انت؟ طلع عندي زياده في البرولاكسين. ادوني حمام لاكسودين وبرضه ما حصل الحمل. عمرك كم سنه؟ انا عمري 22 سنه. 22 سنه؟ اي. ومتزوجه لك كم سنه؟ 8 سنه. يعني كان الوقت ذاك عمرك تقريبا حوالي 14 سنه. 14 سنه اي. راجلك اتزوج ثاني ولا؟ لا. بس 8 سنوات ما فحصه كويس زوجك يا مدام؟ والله يعني طلبوا منهم فحص لكن ما بيعملوا والله العظيم.
طبعا دي مشكلة مهمة جدا، حقه الناس يسلطوا على الضوء انه دايما لكن المرأة. المرة الأولى لما طلبوا منه يعني وكيل حملتا كان عمله وطلع على الفحص كويس، لكن أسي لما طلبوا منه المرة دي والله يبي يسوي. احنا هنا بندافع عنك يا مدام وعن كل النساء السودان اللي أزواجهم بيرفضوا يعملوا الفحص بعد مرور 8 سنوات يا ولدي من الزواج. 8 سنوات الزولة دي مشت أي طبيب وحاولت تتعالج وهو ما مكلف روحه يعمل فحص واحد، فحص لا فيه طعنة لا فيه شيل دم لا فيه ألم لا غالي. قصة بسيطة جدا، قصة بسيطة خالص خالص. ويا سامي عملنا حلقتين متتاليتين، أنا ما داير لأنه أول متصل ده يا عوض. نحن وين نتكلم الليلة عن مشكلة الإنجاب؟ نحن نتكلم الليلة عن الحمل والولادة ومشاكل النساء في رمضان، يعني المشاكل اللي عندها علاقة برمضان. موضوع الإنجاب ده لأنه لو فتحنا الباب ما حيجيفوا. فأنا بعتذر جدا من كل السيدات اللي بيضربوا لينا، لأنه الليلة حلقتنا ما عن موضوع الإنجاب، وعملنا حلقتين مع أخونا دكتور محمد عوض. لو الناس ما تابعتها معانا يا إخوانا ممكن ترجعوا لليوتيوب. موضوع تكيس المبايض قبل كده عملنا حلقة برضو مع دكتور سامي، الناس اللي ما حضروا الحلقة ممكن برضو يرجعوا في اليوتيوب موجودة، أو في صفحة الحكيم مع دكتور وليد برضو موجودة. فإن شاء الله ربنا يرزق أي واحدة ما أنجبت. لكن نخلي دكتور سامي يعلق تعليق سريع في ما يختص بين الرجال. عادة دائما أول ما في ولادة طوال يقول لك والله يا أخي المشكلة من المرأة، خاصة في قرآن الكثيرة والمنتشرة. هو المجتمع ظالم المرأة. صحيح. لأنه بيفتكر أنه العيب دائما من المرأة. طيب المرأة دي ما حملت بيت أيمان؟ صحيح. دي نفس الزول اللي حملت بيت أيمان، لكن استيل هي بتمشي الدكاترة وتعمل الفحوصات وتأخذ الحبوب والحقن وعايزة إنجاب تاني. فعشان كده بنقول لأخي صاينيس ولادة ما يبدأ علاج للمرأة إلا زوجها شنو معاه يفحص، حتى لو ما جاء معه، لو في السعودية يعملوا في السعودية ويرسلوا لنا بالواتساب عشان نتأكد إنه شنو ما في أي مشاكل. أنا نبحث في حتة واحدة، ما ممكن نديها منشطات ونطلع البويضات وما عارفين وضع الحيوانات المنوية شنو تحت الرجل. أنا بقول لهم الحكاية دي زي الزراعة، الواحد لو دار يزرع عليه واطلع وما تأكد إنه البذور كويسة ومحسنة ما يحري تساوي يجهز الجداول، هيخسر قروشه وزمنه ساكت. صحيح. طيب دكتور سامي خلينا نمشي شوية لقدام. في الثلاث شهور الأولى خلينا برضو نتكلم عن الحمل بصورة عامة. كثير من اخواتنا يعني زي ما بيقولوا بيكونوا يعني الوحده فيهم حامل وتعبانه. في الثلاث شهور الاولى بيحصل شنو؟ الثلاث شهور الثانيه والثلاث شهور الثالثه، والمتابعه معاكم انتم اخصائيين النساء والتوليد دي كيف؟ هي التحضير للحمل وحتى لرمضان المفروض يكون بري كونسبشنال، يعني قبل الحمل بثلاث شهور. طبعا السودانيين قالوا اي حاجه بيتفاجئوا، يعني عيد الضحيه بيفاجئوا صح، معروف بعد رمضان بشهرين برضه بيتفاجئوا، يقول لك يوم العيد بالليل بيضربوا في البيت بوهية ورمضان بيفاجئهم برضه اكزاكتلي وكله فاجئون. نعم الحمل كله مفاجآت. طيب لكن في عالم مثالي لازم نستعد للحمل ونستعد للحمل في رمضان، بمعنى لازم السيده تكون بتاخد في فيتامين اسمه الفوليك اسيد قبل الحمل، لانه معروف انه بيقلل نسب الاجهاضات وبيقلل تشوهات الاجنه وهكذا. فالفوليك أسيد ده لازم ناخده 3 شهور قبل الحمل، قبل ما تفكر في انك تحملي 3 شهور خالص. جاها خطيبة الليلة حددوا العقد طوالي تبدأ الفوليك أسيد قبل ما يعقدوا عليها. تمام. واحد. اثنين، عند اي واحد من الامراض المزمنة مثلا اكرمكم الله عندها صرع عندها سكري، الحاجة دي كلها لازم تضبط قبل ما يحصل الحمل، لانه مع الحمل الامراض دي يعني شوية مضاعفاتها بيزيد. نعم. والأدوية اللي بتاخدها لازم شنو؟ يا تزيد يا تنقص. عندها مشاكل في الكلى، عندها اضطرابات، لازم هي تشاور طبيب الكلى والمسالك قبل ما يحصل شنو؟ حمل. الحمل وهكذا. فالتحضير للحمل ذاته بيبدأ قبل الحمل. حصل الحمل لازم المتابعة مع طبيب نساء وولادة. يتأكد أول حاجة إنه الحمل ده حصل داخل الرحم، لأنه عندنا حاجة نادرة اسمها الحمل خارج الرحم. يتأكد من إنه فيه نبض. خلينا في الجزئية دي برضو نجيب شوية لأنه فيها تساؤلات كثيرة. موضوع الحمل خارج الرحم، يعني أنا أتذكر في واحد من الناس ضرب لي تلفون فقام قال لي يا أخي مشينا اللي أخصائي بتاع نساء ولادة في الأول قال لنا الحمل ده في الرحم، بعد شوية قال لنا لا والله الحمل ده خارج الرحم، فبيقى هو متشكك ذاته. شنو اللي بيأكد إنه والله الحمل ده خارج الرحم؟ أنا لازم أشرح للجمهور إنه من أصعب الحالات في التشخيص هي حالات الحمل خارج الرحم. تمام. عشان ما يلوموا الأطباء بس، لأنه الحالة دي أصلا هي تشخيصها صعب. بيعتمد على شنو؟ هو الزولة بتكون دورتها غايبة يا وليد. وفحص الحمل في البول بوزيتيف. أيوه. الحاجة دي في الاثنين حاصلة.
في دودة. في دودة. تمام. فزولة ما تابعت أو مشت في حتة طرفية أو شاورت قابلة بتكون فرحانة إنها حامل. صح. لما تمشي للطبيب المختص هو لازم عن طريق فحص الموجات الصوتية يشوف كيس الحمل داخل الرحم. الحاجة دي حسب كفاءة الجهاز وخبرة الطبيب. تمام. مرات الحمل في مرحله الأولى بمكنة ضعيفة ما تشوفه داخل التجويف. عندك حلين، يا تقول للمريضة تعالي لي بعد أسبوعين عشان نتأكد إنه الحمل داخل الرحم معي، أو تعمل لها فحوصات تأكيدية. الفحوصات التأكيدية دي بتكون حاجة اسمها فحص الحمل الرقمي في الدم، يعني بنقيس. يعني شو رقمي؟ رقمي يعني فحص الحمل العادي اللي بيعرفوه العامة بيطلع إيجابي أو سلبي، يعني حامل أو لا. أيوة. لا، الرقمي ده بيقول لنا نسبة هرمون الحمل HCG في دمها 10,000 كده أو 15,000 أو 20. وعندنا جدول. أيوة. ومفروض يتضاعف بمتوالية هندسية كل 48 ساعة. ممتاز. يعني الليلة 10,000، بعد 48 ساعة 20، بعد تاني 48 ساعة حيبقى 40، بعد تاني 48 ساعة بيبقى متوالية هندسية. أيوة. لازم يزيد. تمام. إذا ما زاد كده معناه يا إما هو داخل الرحم ونموه متوقف، أو داخل الرحم خارج الرحم. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية عن طريق الموجات الصوتية المهبلية اللي هو جهاز دقيق وخاص، وقد ما يتلقي الجهاز في معظم العيادات أو الخبرة فيه ما تتلقي في بعض العيادات. كلام ممتاز جدا. نعم. أسمع تلفون وأرجع لك دكتور سامي، لأن الجزئية الأولى دي مهمة جدا جدا، دي ضربة البداية. معنا تلفون يعوض، هيدخل لنا كم تلفون ورا بعض عشان نسمع الناس. تفضل. الو الو الو، السلام عليكم. تلفون معانا ولا ما معانا يا عوض؟ الو، السلام عليكم. مرحبا بك حبابك، تفضل. اودي اتصل للدكتور لو سمحت. اي طوالي، تفضل تفضل. ايوه، السلام عليكم حبابك، تفضل يا دكتور. اهلا بك. اول حاجه يا دكتور بشكرك على اسلوبك البسيط، الاسلوب الجميل اللي بيصل لكل المشاهدين. الله يخليك. ما سامعينك نحن. الحاجه الثانيه يا دكتور، انا عندي المدام الدور بتاعتها بتستمر اكثر من العادي، يعني 7 يوم بتستمر، مرات 10 يوم، 17 يوم، 15 يوم. فدي في رمضان كيف الوضع بتاع الصيام فيها، او العلاج بتاعها كيف لو امكن، او نصيحتك شنو يعني؟ جدا نجاوبك ان شاء الله، ما في مشكله حبابك. 10. شكرا جزيلا. تلفون ثاني عوض. الو، الصوت بعيد. طيب لحد ما التلفون الثاني جهز نجاوب عليه. طبعا ما يسري على الصلاة يسري على الصيام. الو. طيب نسمع تلفون ثاني. الو. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا حبابي. الو. اتفضلي. هم ما سامعيننا يعوض ولا شنو المشكلة؟ وين مؤيد؟ السلام. اسمعيني من التلفون وابعدي من التلفزيون يا ريت، تنبهوني يعوض. معك. تفضلي، نحن اول حاجه سعيدين بسمع صوتك وكل سنه وانت طيبه، تفضلي. طيب نحن ما قادرين نتواصل معك لانه منو؟ فاطمه مصطفى. فاطمه تفضلي. فاطمه مشهد، يا ريت نبهوني عوض بس الناس تبعد من التلفزيون وتسمعنا من التلفون عشان نقدر نستقل الحلقة والضيف في أكبر عدد من الأسئلة الواضحة والمباشرة عشان نقدر نجاوب عليها. جهز لك كم تلفون ورا بعض دخلوا لنا، خلينا نسمع كلام الدكتور سامي في إجابته. تفضل دكتور سامي. بالنسبة للأستاذ اللي سأل إنه زوجته دورته بتاخذ زمن طويل 10 يوم أو 17 يوم، فبالرجوع طبعا للشيوخ ولعلماء الدين، ما يسري على الصلاة يسري على الصيام. فأي حاجة بتفوت زمانها بتعتبر استحاضة. يعني مثلا إذا دورتها العادية بتجي 5 يوم، أي حاجة زادت عن 5 أيام بتعتبر استحاضة. إذا هي وصلتنا كأطباء نساء وتوليد بنديها حبوب، ما معنى حمل يعني حبوب، دائما بتتكون من البروجستيرون ومشتقاته، هرمونات من هرمون من اليوم الخامس
لمده 3 أسابيع. ده بيظبط لنا الدوره، عدد ايامها بكون مظبوط، كميتها معقوله، بتقيس طوالي بعد اليوم الخامس عشان برضه يجنبنا مضاعفات تانية زي الانيميا وفقر الدم. صحيح. يعني زول لو دورته استمر 17 يوم بعد شويه حجيها ضربه قلب وضيق نفس ولن تقوى على الصيام اصلا. صح صحيح. ففي علاج للحاجه دي لو انت استشرت طيب النساء والتوليد القريب لك، في حبوب بيدوها من اليوم الخامس للدوره لمده 3 أسابيع بنضمن انها باقي رمضان ده كله تصومه. أموره بتكون ظابطه ما في مشاكل ان شاء الله. طيب دكتور سامي سنسمحك في فاصل اعلاني ثم نعود لانه اسئلتنا كثيره لسه في الفتره الاولى بتاعت الحمله دي مهمه جدا جدا. خلونا نطلع فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مره ثانيه ومرحبا بكل الساده اللي انضموا لمتابعتنا، ونحن سعداء جدا باسئلتكم واستفساراتكم سواء عبر الهاتف او عبر صفحه البرنامج على الفيسبوك. طيب دكتور سامي يمكن عوض ما ممكن تفتح التلفونات. الليله مثلا زوجين، الزوجة يعني زي ما بقولوا الدورة ما جات، 200 ممكن نقول انه والله يا اخي فحص البول ده ممكن يطلع ايجابي انه في حمل، و200 بنقول والله فحص الدم ده ممكن يطلع ايجابي يعني في حمل. بصراحة انا لانه شغال في مركز بتاع خصوبة، ايوه، ففحص البول ده بصراحة بقينا ما قاعدين نعمله كثير، ما بدي يعني دقته ما عالية. أول حاجة أنت محتاج تصبر زي 35-40 يوم حتى تطلع النتيجة إيجابية. وده معظم العيانين ما بيقدروا يصبروا لأنه بيكون أخذوا علاج وتنشيط أو أطفال أنابيب أو مستعجلين شديد. فمعظم بيجي اعتمادنا على فحص الدم لأنه أكثر دقة. وده بيطلع إيجابي من 32 يوم. بعد 32 يوم. 32 يوم من آخر دورة بيطلع الفحص إذا هي حامل إيجابي. طبعا الفحص ما بوريك داخل الرحم او خارج الرحم، تمام، وحتى الموجات الصوتيه في 32 يوم اذا ما اتعملت عن طريق المهبل الموجات المهبليه قد ما تكون ظاهر كيس الحمل. فاذا المريضه مصره نقوم بعد 48 ساعه نعمل فحص الدم او فحص الدم الرقمي او التراكمي اللي هو بورينا التطور بتاع الحمل ماشي كيف، انه واقف محله، لكن برضه ما بوريك ممكن يكون الجنين ذاته ما خارج الرحم لكن يكون جوا وميت، صح؟ اما يعني لو ميت الرقمي ما حيزيد كثير، ما حيكون دبل. طيب الدبل ده حتى في الحمل خارج الرحم برضه بيدبل؟ لا ما بيدبل. عشان كده بنشخصه كده. لما ما دبل يا اما هو داخل الرحم وميت او نموه ماشي كويس او خارج الرحم. خارج الرحم. وبالذات مع تطور علم المناظير اللابروسكوبي، ايوه، بقينا ما قاعدين نعمل العمليات بتاعت فتح البطن دي. ودي حاجه جميله لانه المريضه في نفس اليوم بتطلع البيت. وممكن نحافظ على الانبوب. لانه الناس زمان كانوا عشان يشخصوا الحمل خارج الرحم بينتظروا لما الانبوب ينفجر عشان بعد ذاك والعيانه تخش في صدمه حتى بعد ذاك يفتحوا بطنها ويشخصوا. طيب نسمع تلفون. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم دكتور وليد. حبابك عشرة يا اخي، مساء الخير ورمضان كريم وتصوم وتفطر على خير يا دكتور يا اخي. وانت بالف خير وعافيه وربنا يخلي لك اولادك، قول امين. يا اخي لك التحيه والله بهذا البرنامج الجميل، برنامج الحكيم، وربنا يمتعك الله بصحتي والعافيه، ولك التحيه والاحترام، وعجبنا الموضوع الجميل الشيخ، الموضوع الحلو، الموضوع المهم الاسره على بهم المجتمع، لك التحيه وربنا يجعلك العمل الصيف في ميزان حسناتك يا اخي. امين يا رب. يلا سؤالك، عندك سؤال لينا؟ جدا جدا معاك يا اخي، اخوك في الله نورين احمد النور حامد، ولايه الجزيره، محليه ام الغوره، التحيه لك انت وللدكتور الرائع، ورمضان كريم عليكم يا استاذ وليد. الله يديك الصحه والعافيه حبابك عشان. يلا البرنامج والله بهم المجتمع وهم الاسره، وبرنامج جميل، وكنت داير احكي عن موضوع على الحلم الكاذب، يعني زيكم فهم الموضوع ده في دقة وفي دقيقة واشتمل له ده الموضوع على من الشرح. الموضوع الثاني بالنسبة للمرأة تستعمل الحبوب حساسية دكتور وتنطحن الحقن بتاعت السومكسين أو الحقن البنسين المايو، ممكن تنجب ولا ممكن تنجب دكتور وليد؟ جدا نجاوبك ما في مشكلة. لا 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 الثاني طبعا أنا أول شرحته كان درس عن الحمل الكاذب، يعني تلقى واحدة عندها حمل يعني ممكن شهر شهرين تجي الدكتور يقول لها يا أخي والله الحمل ده كاذب، نحن نعرف الحمل الكاذب ذاته هل خارج المعدة خارج البطن، يعني جزاكم الله خير شرحتوا لنا الموضوع على السؤال الأول. يعني السؤال الثاني دائما نشوف المرأة يعني ما انجبت، يعني بتستعمل الحبوب بتاعت الحساسية أو البخاخ أو البنسلين المايو تنطعن بها طعن، يعني هل بيحمل ولا غير تحمل يا أستاذ؟ جدا حبابك عشان دكتور وليد والله شاكر لك جدا على هذا مواضيعك الجميلة الشيرة تيم المجتمع يا أخي، رمضان كريم والتحية لك أنت والدكتور معك يا أخي، وتصوم وتفطر على ألف خير يا دكتور وليد. الله يكرمك خيرك، شكرا جزيلا. تعرف طيبة أهلنا في كل بقاع السودان دي واحدة من الحاجات، أنت يمكن قبل سألتني قلت لي
كيف قادر 30 يوم تيجي طيبة الناس دي اللي هي اللي بتخليك انك تكون عندك لزواتك اللي بتخليك تقدر تجاوب. نجاوب على عليه سريعا كده فيما يخص بالنسبه للحمل الكاذب. هو دائما بيحصل في سيدات عندهم رغبه شديده انه يحملوا وعليهم ضغوط اجتماعيه وزوجيه رهيبه عشان يحصل انجاب. الحاجه دي في بعض الناس بتاثر نفسيا لدرجه انه تمنع عنهم انتظام الدوره الشهريه، وهم لا إراديا بيقوموا بيبتلعوا هواء بحيث إنه المصارين تكون ملانة هواء وفي كرش كأنه هي حامل، كأنها حامل ما بتجيها دورة وطيها طمام واستفراغ وبطونة ملانة هواء وما في دورة. الحاجة دي ناتجة عن إنه زولة دي يعني بيسموها بالإنجليزي desperate، يعني لدرجة اليأس المميت هي عايزة تجيب طفل، مما أثر على المخ وأثر على الهرمونات ومنع انتظام الدورة ولا إراديا بطونة نفخت بالهواء. وهنا بيجي دور الطبيب عن طريق الكشف المهبلي أو الخصوصي وعن طريق الموجات الصوتية يحدد إنه الرحم ده فاضي وما فيه جنين وتشخيصه سهل خالص خالص. ده الموضوع الأول. أما بالنسبة للمزول اللي عايزة تنجب وعندها حساسية وبتاخد حبوب الحساسية وتاخد البنسلين المائي وتاخد حقن السميكسون، الحاجة دي ما عندها علاقة ببعض خالص خالص. أي حي من بلد ايوه، بمعنى هي بحساسيتها دي ممكن تحمل وتنجب تمام، واثناء الحمل بنديها البخاخات وبنديها البنسلين المائي وبنديها السميكسون عشان نعالجها من حاجات كثيره تمام، فما عندها علاقه ببعض، بتنجب ان شاء الله بس تمشي للطبيب المختص بالخصوبه تمام. نسمع تلفون ثاني. الو السلام عليكم، معنا تلفون يا عوض. طيب نسمع. الو الو السلام عليكم. مرحب بك حبابك. الو السلام عليكم حبابك. عشر نتعرف عليك. عصام هاشم. تفضل يا عصام. والله انا طبعا من الجزيره. ارفع لنا صوتك عشان نسمعك ويسمعنا من التلفون وبعد من التلفزيون اذا سمحت. جدا انا من الجزيره، مزوج لي سنتين. نعم متزوج لي سنتين والمرأة عمرها 14. وانت عمرك كم سنة؟ انا 22. اها مشكلة وين؟ ها؟ المشكلة وين؟ والله هي هسه حامل بتوأم وفي الشهر الرابع. لكن بتعاني شديد، يعني كل يوم استفراغ وكل يوم يعني آلام ثقيلة. سنة الصغيرة داير تسمع من دكتور سامي هل هي ممكن تصوم ولا ما ممكن تصوم؟ مش متابع أيوة. مع دكتور انت؟ طيب نخلي أيوة. دكتور سامي يجاوبك اول حاجة. وانت عمرك 22 سنة وهي 14 أيوة. سنة. نعم خلي دكتور أيوة. سامي يجاوبك على الموضوع ده ان شاء الله. حبابك 10. طبعا دي من الحياة اليومية اللي بنشوفها لانه بصراحة يعني ده بنسميه واحنا زواج الاطفال، يعني 14 سنة دي ما زالت طفلة، ما زالت حتى تقبل للحياة الزوجية فيها دخن فيها كلام، تقبل جسدها أيضا للحمل قد ما يكون جاهز، وقد تواجهنا مشكلة في الولادة لأنه الحوض قد ما يكون جاهز للولادة الطبيعية. ما شاء الله حملت بتيمان، قد تكون أخذت تنشيط لأنه مرات كثيرة حملة تيمان بيكون راجع لأنه أخذت تنشيط، وده قد يزيد من فرصها في الولادة القيصرية لأنه زول 14 سنة وسنتين ما حملت وبيتيمان احتماليات القيصرية فيها أعلى. المريضة دي لو متابعة معي أنا بنصحها بأنها ما تصوم. ما تصوم أصلا ما بنصح أنها تصوم لأنه هي في العمر ده حنكون أنا وراجلة وأمها بنحنسها تأكل وتشرب وأنا وراجلة وأمها بنقول لها أشرب اللبن وأنا وراجلة وأمها بنقول لها أبلع الحبوب وبلعت الفيفول وبلعت الكالسيوم وبلعت الفوليك أسيد، يعني حتكون لأنه ما في أيوة ما في النضوج بتاع الزوجة وبتاع الأم. فالزولة زي دي بالنسبة لي الصيام هو حسي ما الأولوية. الأولوية أنه هي كأم مسلمة تطلع من التجربة دي سالمة. كلام جميل. نعم. نسمع تلفون تاني. ألو معنا تلفون يا عوض. مرحب. لو رفعت لنا صوتهم شوية عشان أنا ما قادر أسمعهم كويس. مرحبتين يا مرحبتين يا دكتور. أهلا وسهلا حبابك عشرة. معانا منو؟ معاك منيرة. أم هبة. منيرة.
منيرة، منيرة محمد. منيرة زي حبابك والله. تتكلمين من وين يا منيرة؟ من الديويرة، من النيل الأبيض. حبابك وحباب أهلنا في النيل الأبيض. تفضل يا منيرة. يعطيك العافية إن شاء الله. تفضلي. يلا أنا أصلاً مطعنة حقاً حدات مانع الحمل. أولاي 8 سنة ما انجبتها. 8 سنة ما انجبتها. انجبتي قبالهم انت ولا ما انجبتي؟ اي انجبت، عندي طفلين الحمد لله. اصغرهم عمره كم؟ 8 سنة. عمره 8 سنة. وانت عمرك كم يا منيرة؟ عمري 35. واخدتي كم حقنة؟ كم سنة؟ 2 شهور 3 شهور. لكن الحقن اللي اخدتيها دي يعني بسيطة. يعني الحقن دي عشان تكون هي السبب في انه ما يحصل حمل لازم نستعملها 4 سنين. سامعة منيرة؟ يعني الدراسات قالت الوحدة 4 سنين حتى تكون هي السبب في تأخر الحمل، اللي هي دي 16 أمبولة كل سنة، 4 أمبولات كل 3 شهور أمبولة، حتى نقول بعد ده عدم الإنجاب ده جاي من الإفراط في استعمال الحقن. يلا اسمعني يا دكتور. قولي لي. برضه أنا مثلا الدورة قايلة مني 42 يوم. نعم. يلا ما عارفة في حمل ما في حمل، ما متأكدة. آخر حقنة أخذتيها 200؟ آخر حقنة 12/15 شهر 12 سنة 2015. آي قبل 7 سنين. آي يلا الحقن دي ما عندها أي علاقة حسي بالحاصل عليك ده. شرايلك ما يشاكلك أصله ده، ما عنده علاقة بالحقن. ويا ريت يا ريت يا منيرة يا أختي لو الحقن بتوقف النساوين 7 سنين، لانه كان ارتحنا من ناس كتار عذبوا روحهم بكثره الولاد. ان شاء الله ربنا يرزقك ويديك الصحه والعافيه. وشكله الدكتور كان بيتكلم معانا، كنت احسان اسمع مع اتكلمت مع الدكتور سامي، شايف الابتسامه جات، وان شاء الله ربنا يرزقك. قولي امين يا منيره. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. انت حسي يا منيره تمشي اقرب معمل وتفحصي فحص الحمل في الدم. في الدم؟ ها؟ اعمل فحص الدم؟ فحص الحمل في الدم. أحسن لقيت الشريط حق التحليل ده. ده مرات ما بيكون دقيق يا منيرة. أحسن لك أمشي المعمل في الديوان هناك ولاقي أخصائي النساء والتوليد في الديوان بالنتيجة، عشان تكوني أنت على المحجة البيضاء، يا حامل يا ما حامل. إن شاء الله يا رب. الله يخليك. طيب دكتور سامي، أنا داير طبعا يعني أهتم جدا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبرضه نسمع تلفونات لسه عندنا شوية زمن. طيب نشوف الأسئلة. السلام عليكم، دي بدرية قالت عندي استشارة عندها بنت خالتها عمرها 17 سنة، دي لما تجيها الدورة بتتعب تعب خيالي والله، لها 3 يوم راكدة في السرير، الدم ما بينزل وتعب واستفراغ من السرير ما بتقوم نهائي، وبعد 3 يوم بيجيها الدم وبتتعب أكتر شديد، بتقول روحها حتمرق عديل، هذه يسوي لها شنو؟ وهل تصوم ولا ما تصوم؟ طيب نمرة واحد لازم يدوها مضادات للألم. تمام. يعني يدوها مثلا حقن بوتريكس مرتين في اليوم. يدوها بيسيدين في المستشفى. يدوها بنادول حبوب، يعني الألم بيجي ضد حقوق الإنسان. الزولة دي ما المفروض تتألم 3 يوم وتكون راكدة في سنة، المفروض تكون عندها حياة طبيعية مع الدورة الشهرية. تمام. تمشي الطبيب عشان يعرفوا السبب شنو. هل عندها تكيس في المبايض؟ هل عندها مشكلة في غشاء البكارة؟ هل عندها عيوب خلقية في الرحم؟ ما في ناس عندهم رحمين، واحد يحيض والثاني ماسك الدم. ماسك الدم. حالة. لازم تعرف الحاصل شنو. لازم نعرف الحاصل شنو. ما تخلوها سهل. يلا هنا عندنا مشكلتين اجتماعيات. أول حاجة عيب يودوا زول سنجل اللي بتاع نساء ولاد. صح. دي مشكلة اجتماعية، لازم يودوا اللي بتاع نساء ولاد. اثنين بيفتكروا إنه لو ودوها مضادات الألم بتعمل عقم. وده برضه خطأ. وده برضه خطأ اجتماعي كبير، يعني تلقى البيت تتوجع عارف يعملوا شنو؟ يجيبوا لها المصلاية. وكانوا المصلاية خلقت لإزالة الألم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هدف شديدة. يخلوها في المصلاية تتلولو، أولاد الحلة كلهم في الشارع عارفين فلانة جاتها الدور. ما ممكن، حتى ما في خصوصية للمريضة. نعم. لا تقدر تمشي مدرسة، لا تقدر تمشي جامعة، لا تقدر تطلع مع صحباتها. فالزولة دي محتاجة لنصيحة طبية مهمة وعاجلة. مجتمعنا محتاج ذاته للوعي. للوعي، عشان كده احنا بنطلع على التلفزيون، لأنه الوعي. نسمع تلفون. أما حكاية التصوم دي ايام الدوره ما تصوم، هي الدوره خلاص زايله دي معناها بعد صيام، ما في صيام ذات، ما في صيام. ما نسمع تلفون نقول له ندخل لنا تلفون بعده عوض.
مرحبا عليكم السلام. عليكم السلام. حبابك عشرة منو معانا؟ أميرة فيصل. أميرة من الجزيرة. أميرة من الجزيرة حبابك، حبابها هنا في الجزيرة. تفضلي يا أميرة. أنا طبعا عندي مشكلة في الشحم، عندي التهاب بولحات شديد، قدر ما اتعالج منه ما بلقى له علاج ومستمر. ولي 3 سنين متزوجة ولاسي، الله ما رزقني به طفل. ما ولدتي؟ ما ولدت 3. عمرك كم سنة؟ داخلة في 22. وتزوجتي لك 3 سنة؟ 3. وزوجك معاكي؟ لا لا، سافر السعودية وبيجيني كل فترة. بيجيك كل كم؟ يعني بعض مرات بيقعد سنة، بعض مرات 6 شهور، يعني ما محدد لفترة. هو بيقعد لي سنة كاملة. سنة كاملة. وبس انت لك 3 سنة مما زوجتي صح؟ لي 3 سنين مما زوجتي. يعني دكتور سامي لو حسبنا الفترة اللي قاعدة هي معاها ما بتتم لها سنة. طبعا. طب دكتور سامي جاوبك سريعا. طبعا دي واحدة من عيوب الاغتراب. انه الزوج ما بيقعد كثير وما بيقدر يستقدم زوجته السعودية. صحيح. لانه احنا في تشخيصنا لعدم الانجاب لازم الزوجين يقعدوا مع بعض سنة كاملة في ممارسة زوجية عادية بدون موانع. تمام. حتى نبدأ رحلة الفحوصات المكلفة والغالية. بحث عن. ونبدأ رحلة العلاجات. فهي حسي قبل ما زوجها يجي بشهر تجي واحد من مراكز الخصوبة، لأنه واحدة من عيوب المغتربين كمان يا وليد. نعم. بعد ما الراجل جاء من السعودية ونزل في الحلة ومشى رفع الفاتحة لفلان وساعد فلان في حفر البير وكمل قروش وزمنه، في آخر أسبوع يجوك للعلاج. مفروض الناس يجوا العلاج قبل شهر من جيته من السفر. أيوة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عندها اعتقاد خاطئ إنه التهابات البول المتكررة بتمنع الإنجاب، وده ما اعتقاد حقيقي. خطأ. يعني خطأ. وهو كيف بيشخصوا التهابات البول حاليا يا دكتور وليد؟ بيفحصوا البول بيظهر فيه شويه افرازات، بيكتبها بتاع المعمل باسل صديد، وبتاع المعمل ذاته بيديها التشخيص قبل ما تلاقي الطبيب عندك التهابات في البول. التهاب البول ده علم براو، علم براو. احنا في الخرطوم هنا كان مزول عملت فحص السي بي سي اللي هو فحص صوره كامله للدم، ولقينا كرات الدم البيضاء عاليه شديد. وعملنا لهم فحص اسمه سيري اكتيف بروتين عشان نتاكد، وجات بسخانه في البول وعندها حمى ومعاها ومبرد. ما بنشخص التهاب في البول. لكن في اخواننا في المعامل، وهنا من هنا بنوجه لهم رساله انه يبتعدوا عن التشخيص الخاطئ لالتهابات البول. المره كل شهر تفحص، وكل شهر عندها التهاب، وكل شهر يصرفوا لها موكلان مضاد حيوي. ما ممكن. في حاجه غلط في الكلام ده. لا تزريع لا حاجة، بس المهم بس خلاص يتعالج التهاب بول وتاخذي بس الحبوب دي، تاخذي الحبوب وثابتات الحبوب وكايس الحمل بعلاج التهاب البول. مشكله كبيره. نعم. طيب عندنا يعني بعض الاسئله برضو على صفحتنا. عوض قال خلاص زمننا قرب يا عوض، ولا قلت شنو في تلفون نسمع تلفون؟ طيب كويس يا عوض نسمع تلفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. حبابك عشرة منو معانا؟ معكم غسان. منو؟ ام غسان. ام غسان. ام غسان حبابك تفضلي. الله يسلمك. أنا كان قبل 6 سنة جيت، كان عندي طفل ولد الطفل وجاتني جلطة في الولادة. نعم. وقمت أخذت حقن بتاع من الحمل لمدة سنة حقن. نعم. وقلت بعد 6 سنة رجعت أخذت حقنة وقامت شنو يعني الدورة ماشية 15 يوم. ما عرف الحاصل. كم سنة يا أم غسان أنت؟ عمري 37. وغسان عمره كم سنة؟ عمره في 3 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. وانت هسه لازلت تبحث عن الولادة، دايرة تبحث عن دايرة تشوفي طريقة تولدي بيها؟ اي دايرة اوقف اصلا الولادة الحمد لله، عندي وعدة. لكن شنو؟ طيب سؤالك شنو لينا؟ كده وريني السؤال شنو؟ عشان دكتور سامي يقدر يجاوبك طوالي مباشرة. انا ما اخذت الحقنة ومشيت من الدورة لمدة 15 يوم هسه ما اشي. الحقنه بتاعت المانع؟ اي. طيب كويس، نخلي دكتور سامي جاوب. يلا يا ام غسان، احنا بنقول للزول وده رمضان، بنقول للزول فعلا يعني في الفترات في تعب في الجسم ما حصل شنو. بنقول للسيده قبل ما تاخذ اي وسيله من وسائل تنظيم الاسره انها تشاور مستشار النساء والتوليد قبل ما تاخذها، لانه اي وسيله عندها مضاعفات. ما في حاجه ما عندها مضاعف. فعلا الدكتور قال لي مع الجلطه ما تاخذي مانع.
لا مع الجلطه بندي موانع غير هرمونيه فهمتيني؟ الحقنه مانعني منها. وانت اخذتيها براك؟ وانت اخذتيها براك؟ اخذتها براي يعني. ما شاء الله. طيب انت ما القصه دي طيب بس انت انسي انسي يعني تابعتي مع انسي 15 يوم مشيتي دكتور؟ والله ما مشيت. طيب الموضوع بسيط. في حبوب تمشي الدكتور، في حبوب حيديكي ليها حتوقف الدم ده لحد اخر رمضان عشان تصومي. هي ما مشكلتها حسي دار تصوم. تمام؟ فالدم ده بيقيف بحبوب نوع ثاني اسمها البروجسترون او الدوفيستون او النور كيوتين او النور ايسستيرون. بتاخدي اي نوع من الحبوب دي باستشاره الطبيب المره دي. يا ام غسان المره دي لازم تشاوري الدكتور، ما تنظري براكي عشان بعدين حتضطري تجي الدكتور بالمضاعفات. ففي الصيام ما تقلقي، لكن لازم تاخدي وسيله بتاعت مانع طويله المدى مع الجلطه دي. وانا بنصحك تعملي اللولب العادي او اللولب الهرموني اللي اسمه المارينا. كلام سمح؟ مشيت ام غسان سمعانا؟ طيب ام غسان الخط انقطع وزمن انتهى دكتور سامي. والدكتور سامي حيكون معانا ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله تعالى، قادمه باذن الله تعالى. ما بينه وما بين دكتور طلب ان شاء الله يعني حيكون في كميه من الحلقات حتى نستطيع انه زي ما بيقولوا قصه الحمل والولاده ومشاكل النساء المتعدده افتكر يعني تحتاج الى حلقات وحلقات. انا عايزك في اخر يعني هذه الحلقه يعني نصيحه لكل الحوامل الان ونحن في شهر رمضان. انا بنصحهم انه يهتموا باكلهم وبشرابهم، ببلع الفيتامينز حقتهم، ببلع حبوب الكالسيوم، بشراب اللبن الفريش، بالمتابعه المتواصله مع الاخصائي والنقاش معه. واذا الصوم بقى فيه مشقه او اتعبك او خفتي على روحك او على جنينك، ففي فتوى واضحه انه ممكن تفطري وعليك فقط الكفاره ويدفعها الزوج. دكتور سامي يا اخي كتر خيرك، والله انا شاكر لك انت وشاكر لكل الساده الاخصائيين والاستشاريين. الحقيقه بيستقطعوا من زمانهم والدنيا رمضان وبيتعبوا وبيجوا عشان يقدموا روشته مفيده لكل الشعب السوداني. كتر خيرك دكتور سامي محمود مستشار النساء والتوليد، كنت ضيف عزيز علينا، وان شاء الله حنلتقي في رمضان ده ثاني ان شاء الله. حنوعد الساده المشاهدين ان شاء الله نلتقي ثاني باذن الله تعالى. وانت عزيزي المشاهد دائما ما نبحث عن الحقيقه، ودائما ما نبحث عن الصحيح، ونبحث عن الوعي. ويمكن لكل هذه الاسباب نحن دائما بنجي نقعد الساعه 4 رغم حراره الطقس ورغم المشقه ومشقه هؤلاء الاخوان الاخصائيين والاستشاريين اللي بيجونا مخصوص عشان ما يحاولوا يقدموا معلومه طبيه صحيحه ونرفع بها الوعي. فكتر خيرهم وكتر خيركم انتم اللي بتشاهدونا عشان ما تحاولوا من خلال الحاجه اللي بتسمعوها ترفعوا وعي غيركم. وده يمكن هدفنا الاول قبل ما يكون هدفنا انه نكتب روشته ليزول ولا يعني ندخله عمليه. مهمتنا الاساسيه انه نرفع الوعي وسط الشعب السوداني. نلتقي باكر اذا كان في العمر بقيه.